يعني نحن في نهاية عام، وباعتبار اليوم دخلنا في أيام العطل، والعالم قاعد في بيوت اليوم تستمتع أولا بمطر الشتاء. اليوم ما آمن بي من مات شبعان وجاره جوعان، بقيس على نفس القياس ما آمن بي من مات دفيان وجاره بردان. أول شيء الحديث من آمن بي وبات شبعان، مو من مات شبعان يا سعدان. بس مع هيك الخطأ تبعك صحيح، لأنه حاليا صار الواحد يموت بردان وجوعان، وجاره كمان بردان وجوعان، وهذا قمة التعارض الاجتماعي. تعاضد؟ نعم. الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار، حتى نوصل لتأسيسها لازم نحكي عن نمط السوق والاقتصاد اللي كانت ماشية فيه عنا، الاقتصاد مال الجمهورية العربية السورية. طبعا هلا مناسبة ان نحن يعني كثير نهني بعض بعيد الحركة التصحيحية، اللي نحن شوي مقصرين بهالنقطة هاي بالفعل. لا تواخذينا يا حركة تصحيحية، تعرفي بهالوقت الواحد ملتهي بتأمين الغاز والمازوت والخبز، لذلك نسينا عيد ميلادك. بس بوعدك نعمل لك أحلى كيك لعيد ميلادك كاتو، بس تجي رسالة السكر. نحن كان يومته هو كانت ثورة بكل معنى الكلمة، اللي ما بيعرف كيف كنا عايشين قبلها وبعدها، ونحن من الجيل تقريبا اللي عشنا يعني الحلاوي تبعها وطفنا الكثير من منجزاتها ومكتسباتها، وأنا من هون وأنت وكل حتى نعم. كل سوريا يعني هلا صرنا ما نشعر بقيمتها. ايه الواحد ما بيعرف بقيمة الشيء لحتى يفقده. ايه الله يرحم ايام زمان لما كان المواطن ما ينتظر رسالة البطاقة الذكية لانه كان معه دفتر البونات باول السنة. مسألة اخرى في غاية الاهمية، قبل الازمة كان حجم الدعم او احساسنا بالدعم كان مختلف لانه كانت الدخول مرتفعة جدا. لحظة تلخبطت شوي، انتوا لسه عم تحكوا عن سوريا ولا الحديث صار عن سويسرا؟ او مون ديو، يعني صار المواطن عندنا. وهلا انا يعني احد اللي كل الناس تذكر، يعني قبل 2011 كنا نتدلل على السلع. خالف الجميع، حاليا نحن نملك اقتصاد اقوى من اقتصاد قبل الازمة. عفوا، هناك السوق مليء بالسلع الحمد لله، وهي احدى نقاط قوة اقتصادنا الحمد لله. يعني الواحد لما بده يعمل طبخة محاشي بينزل على السوق بيلاقي كوسة وباذنجان ولحمة، بمد ايده على جيبته بيلاقيها فاضية، بس بيرجع على البيت مبسوط لانه صح ما قدر يعمل الطبخة، بس على القليل المكونات موجودة بالسوق. واذا كنت بردان بالليل فتذكر انه السوق مليان مازوت وهيك بتدفى. صدق اللي قال الجمل بليرة وما معنى ليرة. وهلا اتمنى نحن نطلع من هالثقافة الاستهلاكية اللي كانت عندنا قبل الحرب، شوي نخفف من متطلبات، لانه صار في متطلبات بالحياة انا ماني ما انكر وماني ما انكر على حدا ولازم كل الناس تحصل لها، ولكن نحن اخر شيء هي المتطلبات اصبحت عبء علينا، وخاصة المتطلبات ما بدي اسميها الرفاهية، ولكن المتطلبات الغير منتجة. يا عمي شعب بطل العمل يضربوا مين؟ قال عم يطالبوا بتأمين الخبز والغاز والمازوت، لا وكمان بدهم الكهرباء تجي أكثر من ساعة باليوم، ما ناقص غير يطالبوا إنه الراتب يكفي لخمس الشهر. شعب عم يتدلل. أمون ديو، أنا على يقين إن الحكومة لا تستطيع أن تحل المشكلات. لو كان أي حدا بالحكومة، لو كان سوبرمان بالحكومة بوضع السوري الحالي، لا يستطيع أحد حقيقة أن يحل كل هذه المشكلات. ما بس سوبرمان، والله إذا بتحط آيرون مان وزير دفاع، وسبايدر مان وزير مواصلات، وباتمان وزير داخلية، ودكتور سرينج وزير خارجية، لا خلوه صحة ما راح تنحل هالمصايب. بتعرف ليش؟ لأنه الخط الأعوج من التور الكبير والدكتور الكبير رابط هالبلد وراه، وما حدا عم يقول له وين رايح.